توقعات برج الأسد ليوم السبت الموافق 29 يوليو 29 تموز 2023. ما تفتكرش ان الوقت الطويل اللي انت بتاخده في انك تحضر لمشاريعك المهنية هيعني انك انجزتها على اكمل وجه. لازم تبقى متفهم لظروف حبيبك الصعبة وتقف لجنبه بشكل كبير. هتتسلح بالصراحة والثقة والإرادة القوية جدا عشان تقرب وجهات النظر ما بين أفراد الأسرة. بالنسبة لك عاطفيا، النقاشات في اليوم ده بتحمل أزمة وتدهور واضح جدا في العلاقات، خاصة لو كانت هي الأخيرة متأرجحة بشكل جديد. بالنسبة لك مهنيا، هتعتمد أسلوب لين مرن في شغلك عشان تعرف تعبر الطريق الصح في النهاية. بالنسبة لك صحيا، حاول تخفف بعض الحاجات اللي عندك من مواجهات غير مجدية بتبقى عشوائية وبتأثر على صحتك. هيقضي القمر معظم يومه في برج القوس، ده هيشجعنا علشان نتبع نهج متحمس اكتر. هنبقى مهتمين بشكل خاص بكل اللي بيبقى صحيح مع القمر بتاعنا. هنضع انظارنا عالية جدا على العبور ده، حتى لو كانت مرتفعة هتبقى عندنا ساحة القمر في المساء لغاية ما تنفجر بشكل كبير. التفاؤل في سماتنا الإيجابية للمواقف دي، عندنا إهمال، عندنا رؤية للتفاصيل الأساسية للخطة، ودي نقطة ضعف محتملة. مع ظهور النهاردة برج الجدي في المساء هيبتدي نتصاعد إدراكنا للحدود والقواعد المعقولة اللي هتبقى بتقلل من القلق والفوضى اللي عندنا. هنتولى كتير من الاهتمامات لأهدافنا لمسؤولياتنا اللي بتعتبر مداها طويل. هنتطوق لنتائج أحسن وهنفضل أننا نشوف الحقيقة زي ما هي في الفترة دي، ونستنى لغاية ما يدخل القمر برج الجدي قبل ما تتغير علامته. هنشوف ترين مع كوكب الزهرة في المساء.